فإذا تولى الله العبد يعني ترى فإذا أحب فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولئن سألني لأعطينا. يحيى بن نجيح كان هذا واحد شباب خارجي من الخوارج الأزارقة رازي نعمان، فخرج إليه الجند بن مسعود بجيشه والتقى، فقام بين الجيشين رجل اسمه يحيى بن نجيح ودعا الله بصوت عال قال: اللهم إن كنت تعلم أن على الحق الذي ترضاه وتحب أن تؤتى به، وشيبان ومنعه على الباطل الذي تأباه، فاجعلني أول قتيل من أصحابه، ثم اجعل شيبان أول قتيل من أصحابه، ثم أبني الدائرة على أصحاب شيبان. وإن كنت تعلم أن على الباطل الذي تأباه فاجعل شيبان أول قتيل من أصحابه. فأمن الفريقان ثم تزاحف الجيشان وخرست الألسنة ونطقت الأسنة وخضبت السيوف على منابر الرقاب، وكان أول قتيل يحيى بن نجيح، ثم أول قتيل هناك شيبان الخارجي، ثم انتصر جيش البلندة على جيش شيبان تحقيقا للدار. فاتبع رسول الله تحظى بحب الله، فإذا أحبك الله أحبتك الأرض كلها. في مسند أحمد وغيره: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قالوا: يا رسول الله، كيف نعرف الولي في الناس؟ قال: هو من إذا رأيته ذكرت الله، تقع عينك عليه فيخشع قلبك ويميل الخير فيه نحو طاعة الله والإخبات لله.